لا وكفى سلام على عباد الذين اصطفى ربنا لا تحرمنا من محبتك استفد منها زيادات مباركات متتابعات اللهم أهلنا خير تأهيل حتى نحسن الحضرة بين يديك كريمة آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إن شاء الله بحول الله تعالى الموفق في مقرب آية كريمة سورة البقرة وهي 222 يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك يا حبيبي يا محمد عليك الصلاة والسلام ويسألونك عن المحيط شوف الناس اللي صاروا حقيقيين وصدقوا الإسلام هي اعتناءات الأمور مع أزواجه مع الخمر والميسر مع الأهل وما جرى مع الحلال مع الحرام هذه اهتمامات بناء فياش إهدار الطاقات ومضي على الأوقات ويسألونك عن المحيط سبيل إليك لمستر لماذا سعصى أخرى باش المعتنين خاصة باش طالع الصاعد يفهم اللغات بسهولة في مناسبة منا محاولة تفسير لبعض معاني القرآن أي حين نقول آية والآية آيات ونأخذ بعض معاني فيها ونركز عليها عادة ما نشير إلى ما هو سبب مرادف للنفذ اللي ورد في القرآن العربي وقال محيط في الفرنسية يقولوا موستر ولا موسترياسيون ولا رجل رجل يفهم النظام في 28 تقريبا تعود الثورة الشعرية وهم أسرار على شو طلع الثورة الشعرية وعلى شو الكلام وعلى شو الفروع وعلى شو التلفاز هذا يتم إن شاء الله أنا أتبحر في أي تبحر هي قرر نكي وما أمعين لا نكي قيمة إلا ما يحمله سواء كان هذا نشط او الواقع ولا ويضع قابل للقاع ولا مجر هذا كله ولقاع ولا في بعد ذلك هذا كل طبع به تم شأن وعلم الحياة ويسألونك عن المحيط قل شوف كيف هو البيداغوجي المقبول وما سأل اي واقع احتاروا بامر المحيط كيف يكون أمره عند ما جاء الإسلام الناس يحبوا يعيشوا الإسلام مسلم اللي هذا يتحايل باش ما يكونش مثل قالوا في الظاهر وفي المسموع وفي المشهور مثل كيف أسرته يقول لك كذا نقل دي كانوا يحبوا يقولوا مثل يعتبروا كرفي يقولوا حاجة مقلقة واخذ الوقت ولا يخدم يبارك تجمع مع بعضهم شوية تلموا بيد ما يسقطش حق ربي خير ربي دايما الناس وشو أدبكم زي ده صعب ترى فما شك من الله والله وليس كمثل شيء ولا شيء كلامه ليس من درجة الظل ربي ولا حاجة باش يدخل شركاء وشركاء كيفاش يكون مخلوق مع هذا الشريك انتم في اموالكم اموالكم تحبوا اللي يخدم فيكم اللي هو شريك اموالكم تدروا حتى حاولتوها في الاقتصاد حيلة قلتوا العمال ياخذوا جزء من الارباح خذ الشهريه بتاعهم ومع ذلك اغلب رؤوس الاموال مش حابه وراس مالكم بصفه عامه اللي تتبعوا الاسلام راس مالكم ما تعبدون من شياطين الانس والجن نساء اموال شهره ناشين هذا فوتر كابيتال سوسون فوفون الفناتيك فعلا اليوم قسط اربط هم اللي يعبدوا فيكم يا سي فلان يا لله وهي علة ولا مجرد ويسألونك عن المحيط جواب مباشر مش حتى يفكر ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يفرض روحهم من دون الله لا الجواب بالوقت
سلمي وكده في مصر. قل هو اذن اي حاجه انكم موت، حاجه ما تصلحش حتى المنظر، منظر فرش زوجتك، كان زوجتك على هذا المنظر حين تاتيها، منظر بعد ما كان خلاك شباب مقرف ومبعد ومنفر، تخيل ما تكونش ذوق، مش معناها جمال لماذا يتميز عن الكبر والنظافة تميز عن الأوساخ، ما عندكم شيء من هذا ولا روائح طيبة تاع المؤمن الطاهرة اللي ذهب قرة خرجة بعد ما يشوف الواحد، أنتم ما عندكم العفينات والعفن يهبط من أسفلهن القديس نتاعهم، عفن أقل شؤم من عفن اللي هما فيه يمثلوه وسوقوا فيه ويزعوا فيه وسرقوا الرب، خلصوا عربية لذة معها شيء فيها مسلم هوني بالتقليد أو بالقدر الحجاب، لكن ليس مسلم لأنه ما مسلم موقع مين بمسلم قلة، ما يحبوا توا يعني العمر يحبوا القليل يعني يكثروا العدد وينزلوا فيه صوب لا زيد، تولي تلوج العائلة تاخو تتقمص دور إناثنا الطاهرات المغفلات وسقراط اليلاتها تختلف كل مكان تدخل كل مكان تعطي جسدها العفن المصاب تبدو مصابا باسم الاسلام، قال شو ما مشي كحت باسم الاسلام ليس لا يقوم ابدا حتى الاغتصاب على ربنا، شوفوا الموقع جنوب اوروبا الناس وقع من الاغتصاب كيفاش تصدر عندهم من قليل العين، ومع ذلك الاغتصاب اثر فيهم وعملوا اسقاط طريق السفاح والاغتصاب، وشوفوا نفسيتهم طاحت مش خاطر بينهم برك تمس وتلوث اغلب النساء يقولون تلوثات كيف يعمل دوش خاطر المخ خاطر من التلوث سلاكي بافيتي كي بيرمانونت بعدين تجي تعبك مش تدور وتغسل ما خلاص من عرق اثناء على اعراق شخصيه المحرمه، لا هي تاخذها بطريقه اخرى اللي هي كبرت يعني الشعور بالذنب كبرت على حيله سحريه تحت الدوش بالماء من فيك وانت لا نظفت لك الا ان ترجع يا رب الصحيح، تقول على كل علي ربما يا رب اسمعوا ماشي لك في بالك قل عليك ضغط شعور بالذنب ولكن الذنب موجود انت كنا غزك حياتك لانك يعني تبعت التاريخين للطريق، لا الله جعل من طريق اللي انت حبيت تلتزم وتقوى بالمال هيك انه يزيدك ترخيص وشعور بالذنب اللي يزيد يكسر لك الكيان الباقي فيك وهي رجع ربك بل ما تبقى، ويسالونك عن المحيط قل هو اذن فاعتزم سائر تعتزلوا المؤمنين مش القضية قبل سنة بعد سنة تعتزلوا يعني كوكرو وكان فرصة ثم طرق غير مباشرة مباشرة غير مهلا على الفرد ومستور كل ما هو قلنا الملون مستور مغلوق على الرائحة وكذا يجب أن سوستو احتك بهذا كل التاريخ إلى نسب كل تاريخ قبلها هذا كل كائن يجزم شنو لازم يصبر على الجنس الإسلام أنا أعطى الحلول ليش بيه حتى في السنة موجود بالحلول رأي الحكاية كانت أمة المؤمنين سيدة عائشة خاصة رضي الله عنهن جميعا كانوا يقولوا كيف يعاشر من الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء الحيض كان كتبين النبي عليه الصلاة والسلام نقص عامل نقص حب تمتع من جنس الحلال، لا والله احنا امه متميزين في كل شيء حتى المباشره الجنسيه، لان القوس هذا هي المباشره الجنسيه عندنا فنون فيها وقت وحظكم انا شايف اتركوا هذا الموضوع اللي تمر عليه، ويسالونك عن المسجد عن المحيط عن المحيط قل هو ادم اعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر، القرب هو المس الجنسي المعتاد
Donc si tu incommodes, c'est pas commode de faire la transsexuelle tant qu'il y a des règles, des mauvais sens, des mauvais sens. Voilà ce que l'on a dit, Anel Mahid, au sens vrai, au sens suivant. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حجيتهم فإذا تطهرن فأتوهن المحيط أمركم الله موسى بن لواء من دبورين تأتي من وراء في قبورين قال الله ما أعتقد إحنا عندنا الآيات النفسية نوع لا تحرك ولا شيء ولو كانت على التنور وعجبك بخرتها تزيل الثياب وتنده ملف الأمور حلال تتمتع هي من جيتها وعطيتها اللذة اللي ربما هي استهانت لما تقتنع قبل ذلك عطيتها حاجة جبت لها شرطين وحنا عنا النساء إذا كان ما تكونش مبادة حتى لو ما ارتجم مبادة لكن قلة من يجب مفيد وقت يتبدأها وتوريها كيف يمتلئ ما بلوها بالإير الحلال تجيها لذة كبرى وتجيب ربما كالبوتيولا ديك تزيد ذكر الرجل تزيد غوصا يرحم زوجته ملا في مهبل زوجته ويوصل عنق الرحم ويهز الرحم هذا كلك عندنا حلال احنا ما عندناش ما نبحثش عن حلال والحرام في الدين هذا سقوطكم هذا القرآن سقوطكم ما حل الله حل الله حتى ما كل شيء قضى علينا فتولوا تقولوا تبليغ قباش يطلعنا الى توسعة لتذوق النساء غير حلال فأتولنا من حيث امركم الله ان الله هو ختام الآية الكريمة هذا يخبرنا كذلك ان الله يحب التوابين اي نحن التوبة تعالى احنا ظلمة المعصية الاولى هي ظلمة وظلمة حتى الفرق مات حتى يصرخ الإسلام وهو يظن روح مازال في الإسلام هو خير من الإسلام إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والآية دي عندك حلال حرام إسلام كفر أو كفر إسلام جمال كفر أو جمال حق وباطل بلا وهل مجرد نور وظلام وسعادة وتعاسة ونمر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سيدنا بنا بيتي نسأل الله السلامة في كل أحوالنا السلام على المتبع الهدى